سير معاهم اصاحبي سير معاهم عشرة تحموها سير معاهم اصاحبي مطلوب لا لا يرضي عليك واش حطوا ولا لا واش حطوا ولا لا بنا مشاهدين متابعي قناة شوف ها ماشي ماشي دنا مشاهدي متابعي قناة شوف تي ومرحبا بكم في هذا البث المباشر في مدينة الدار البيضاء في هذا أثناء اعتقال أشخاص في حالة غير طبيعية يعني داروا واحد الهالة من الفوضى والهلع لأن برافو رجال الحموشي اعتقال أشخاص في واحد الحالة غير طبيعية وسط المدينة الآن غادي يتم النقل ديالهم إلى مخفر الشرطة سيرا بالنسبه للناس اللي كيتسائلوا اشنو اللي واقع في هذا المكان هذا عصابه في حاله غير طبيعيه يعني كانوا خلقوا واحد الفوضى اللي فوضى كبيره بزاف يعني وما امتثلوش الرجال الامن الان تم الاعتقال ديالهم يعني الان غيقوموا ويديوهم المخفر الشرطه باش يديروا معاهم التحقيقات اللازمه وياخذوا معاهم يعني التدابير اللازمه يعني هذا الشيء واقع بجنب الحانات بوسط المدينه لأن مشاهدينا الكرام غادي نودعكم على أمل نتلاقاوكم في بث مباشر آخر إن شاء الله إلى اللقاء